اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صحي. يوم الاحد من كل اسبوع بيكون الاكل ومطبخنا مطبخ صحي. انا مش بكلفك حاجه، هي الحاجات اللي موجوده في الثلاجه، المتناولات اليوميه لينا اللي عند بتاع الخضار، عند بتاع الفاكهه وهكذا. ولكن عجبني وانا بعمل الشوبنج بتاعي من الخضروات، يعني انا دايما بحب اتسوى واجيب انا الحاجه بنفسي كده، يجي لي مزاج اشتري الكوسه بنفسي، الخضار لازم يكون طازه وفريش. فشفت اللي هو القرع الاخضر اللي هو اليقطين الاخضر، في النوعين، في طبعا اللي موجود معانا ده الاصفر ده، وده اليقطين ده معروف بنعمله ايس كريم، بنعمله حلويات، بنعمله القرع او نعمله اليقطين بالوايت صوص او بالبشاميل واحنا عارفينه طبعا. ولكن الاخضر ده مش نادر او مش متواجد دايما، ولكن بالابحاث العلميه وجدنا ان اليقطين الاخضر ده قيمته الغذائيه عاليه جدا، والنهارده يومه. ليه؟ ده بيعزز صحه القلب، واحنا كلنا عايزين قلبنا يبقى قوي. ليه يا عم الشيف؟ لان في مضادات اكسده غني جدا وعنده ثروه قوميه من مضادات الاكسده، فبيعزز صحه القلب، رؤيه العين، مفيد جدا ويقينا من مرض السرطان والعياذ بالله، فليه ما نستخدموش حتى وهو موجود عندنا؟ فخلونا نعمله مع بعض النهارده بطريقه لطيفه وجميله، ونعمله مع اللحمه المفرومه. معانا كمان الايس كريم بالفراوله النهارده، ونشوف ازاي نعمل الايس كريم المنزلي بدون تكلفه. اذا كان هنعمله فراوله عملناه امبارح بالشوكولا، النهارده معانا صوص فراوله، ونشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. طب هتعمل القرع ده بما ان هو قيمته الغذائيه عاليه جدا، هتعمله يا شيف؟ له طرق كتيره في التسويه، يا اما ان احنا نحشيه لحمه مفرومه ونحشيه رز مع خلطه ومكسرات، يا اما نعمله يخنه، اكله مشهوره جدا في المطبخ الشامي اسمها مفركه القرع باللحمه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ممكن تاخد دبس الرمان، تاخد مكسرات حسب الرغبه. بالتاكيد بما ان هو قيمته الغذائيه عاليه جدا فلازم نهتم بيه في مطبخنا طالما هو موجود في السوق. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. الاكل النهارده صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض خط سير الحلقه هيبدا ازاي. الاكل النهارده اكل صحي، مكونات بتاعتنا في متناول الجميع. هنبدا باول حاجه اليقطين الاخضر او القرع الاخضر اللي موجود معانا. عينيا الاثنين اهو مع بعض كده، ولكن لازم ان احنا طبعا نقشرها بطريقه سهله كده وبسيطه. ممكن تتقشر بمقشره، ممكن بسكينه حاميه زي ما انت عايزه، بس اذا كان حجمها كبير زي اللي معايا ده كده يفضل طبعا تقشريها بالايه، بالسكينه. قشره بتتشال الخضره دي كده، بعد ما بتتشال الاول تغسليها. حلو الكلام. دي نادر تلاقيها، ممكن في منها الاحجام حجم صغير حجم كبير، بتلاقيها في اي سوبر ماركت عند بتاع الخضار. هتقولي لي دلوقتي ايه الفرق بينها وبين الكوسه؟ الاثنين اعتقد هي الطعم واحد والقيمه الغذائيه واحد وكل حاجه، ولكن هو الطعم بس والشكل. ناخد الحته دي كده منها، اللهم صل على النبي. شايفين البذر ده كده مخرجنا الجميل اهو. يلا، ده اليقطين الاخضر. القلب طبعا هنا بيختلف، قلبها ابيض، اليقطين الاصفر بيبقى قلبه اصفر نفس اللون من الخارج بالشكل ده كده. هنخليها ونكمل تقشير ده كده. قيمته الغذائيه عاليه جدا، مفيد لما نجي من اكل صحي. ولكن لو عملتيه بسمنه بلدي، عملتيه بلحمه ضاني فيها نسبه دهون عاليه كده، فكده احنا مش هنستفيد بيه، فلازم ان احنا نستخدمه برضه استخدام حذر من الدهون بتاعتنا. فانا هعمله النهارده مفركه باللحمه المفرومه، ممكن يتعمل بالحمص، ممكن يتعمل من غير لحمه خالص زي ما انت عايزه. نفتحها بالنص كده، اللهم صل على النبي، ونشيل البذر اللي جواها. يعني ما ناخدش الايه؟ القلب كله بالراحه كده. انا حبيت ان انا اشتغلها مع حضراتكم كده مباشره. معانا اتصال. يا استاذ مصطفى ازيك؟ صباح الخير يا احمد. يا صباح الفل يا غالي، حبيب قلبي. يا عم مصطفى انا بشوفك الصراحه بجوع. حبيب قلبي يا عم، نفتح الشهيه لحضرتك. قوي حضرتك حبيبي، راجل خطير حبيبي يا غالي. امرني.
استاذ حضرتك عاوز اعمل عاوز اعرف طريقه عمل الكوبيبه بعد اذنك. الكوبيبه؟ ايوه. حاضر عينيا الاثنين. تسلم يا جميل. حاضر يا غالي. تسلم. حاضر اتفضل. مقادير الكوبيبه بسيطه وسهله. طبعا احنا لو تابعنا الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي هنلاقي الكوبيبه اللي عملناها ومقاديرها. هي بالظبط نص كيلو لحمه هبره ويكون بقري ما يكونش ضاني للعجينه بتاعت الكوبيبه يفضل طبعا عشان العجينه معاك تبقى حلوه ما تفكش في قلب الزيت وتكون نسبه الدهون فيها زيرو تقريبا. بناخدها بنفرمها مع برغل ناعم. شوف الحاجات دي كلها انا مش عايزها بقى اشيلها كده على جنب علشان انا ابدا اشتغل. اهو لحم مفروم مع برغل، بصله ناعمه، عود نعناع حلو كده، ورقتين نعناع حلوين، البهارات بيتفرموا في كبه وبعدين بنخليها في قلب التلاجة لمدة نص ساعة ونشغلها زي ما احنا عايزين. نعملها كبة بالصينية، نعملها كبة مقلية حسب الرغبة. ادي القرع بتاعنا ده كده، هنبدأ نقطعه مكعبات. بالشكل ده كده. عندنا طاسة على النار. اهو. خلي بالك ده بيستوي بسرعة فلازم تعصجي اللحمة كويس واللحمة تتسبك وتستوي. بعد ما بتستوي اللحمة بنسقط فيها القرع الأخضر زي ما احنا شغالين كده. اه دي لحمة مفرومة اهيت، اللهم صل على النبي. نخليها هنا كده على جنب. القرع ده انا شفته امبارح جبته معايا، فانا طبعا حبيت اعمله النهاردة في يوم الأكل الصحي اللي احنا بنختاره من الاسبوع يوم الحد. تفتح التلاجة بتجيب مكونات الاكلة اللي انت حباها، تقدر تشوفي ايه الدهون اللي بتستخدميها تهربي منها. تستخدمي زيت، تستخدمي زيت زيتون، ممكن تستخدمي سمنة بكمية قليلة زي كفتة البطاطس اللي هشويها النهاردة. بنجيب بطاطس نبشرها عادي برضو، فكرة لطيفة حلوة، مش لازم البطاطس تتحمر في قلب الزيت. ولادنا بيحبوا البطاطس يشويها. اهو شايفه القرع ده كده، اهو شكل لطيف بجد والله. بعد ما تقشر وتقطع بالشكل ده كده يعني احنا خدنا نصها تقريبا، النص التاني ده بتنه زي ما هو كده. تحتفظ بيه في التلاجة، ممكن تشويه في الفرن، ممكن تعمليه شوربه بقى لطيف قوي على فكره، تعمليها بالكريمه اللباني. جربي تعملي القرع ده شوربة كده. القرع جاهز، طاسة حلوة على النار. المادة الدهنية اللي هستخدمها هنا معلقة زيت صغيرة، مش لازم سمنة ولا زبدة. حلو قوي. بصلية ناعمة. حلو. اهي فص ثوم محترم مع البصلايه. ايه بهارات المفركه يا عم الشيف؟ ما نحطش بهارات كتيره عشان نحتفظ هنا بالطعم بتاع القرع العسلي. حلو الكلام؟ القرع العسلي ده مش بيعمل انتفاخ، فبلاش نستخدم لا الكمون ولا الكزبره في المفركه، خلينا نستخدم توابل عاديه بتاعتنا خالص. ده مهم جدا على فكره. ممكن نستخدم عصرة ليمون عشان نحافظ على الطعم بتاعه. معانا بالشكل ده كده اهو. تقليبه دي كده كويسة. ننزل باللحمة المفرومة. اهو. ضاني ولا كندوز زي ما انت عايزة، أهم حاجة نسبة الدهون هنا تكون قليلة بقدر الإمكان. دعوة حلوة للجزار. ربنا يكرمك يا حاج أبو محمد تزور النبي، هيديك حتة لحمة نسبة الدهون فيها قليلة جدا، دي أهم حاجة. اهو. مفركة اللحمة بالقرع الأخضر. شايفين اللحمة المفرومة تستوي بالشكل ده كده؟ أهو. في حاجتين بقى هنا عايز أتكلم عنهم، يا إما إن إحنا نعملها مفركة بالطماطم، تاخد طماطم معانا، بس بصراحة أنا مش أحبها، أنا عايزها من غير طماطم. اللحمة تستوي هنزل عليها بالقرع كده وتاخد معايا شوربة أو تاخد معايا مية مغلية، لأن لو حطيت طماطم الموضوع هنا مش الطعم اللي أنا عايزه. مش هستلطف الطعم بتاع القرع الاخضر هنا، خلي بالك الطماطم هنا هتسرق الطعم. اه
لحمه كده بالشكل كده تتفلفل وتبقى لطيفه، حطيت لها شويه زعتر، شويه ملح، شويه بابريكا، شويه فلفل اسود بالشكل ده كده. عايزه اللحمه تستوي بسرعه، تعملي حاجه لطيفه قوي. ايه هي؟ شويه ميه كده بيغلوا على النار، شفت انا عملت ايه؟ ونغطيها دقيقه واحده بالشكل ده كده. طريقه سهله تخلي لك اللحمه دي تستوي بسرعه بالشكل ده كده. حابه تحط لها طماطم انت ورغبتك، مفيش مشكله. هتغلي معانا اللحمه المفرومه، بننزل عليها بالقرع الجميل الحلو اللي احنا قشرناه، اتغسلت الاول بعدين قشرناه وقطعناه بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وطالما موجود في السوق ايه المشكله لما نستخدمه مره او مرتين؟ مفيش اي مشكله. معانا كفته مشويه النهارده، كفته البطاطس المشويه بطريقه الشيف المغازي. هنعملها ازاي مع بعض؟ استاذن الاستاذ رحاب مقادير الكفته، مقاديرها على الشاشه، بسيطه وسهله في متناول الجميع. معانا بصل، ثوم، بطاطس مبشوره، برغل مغسول ومنقوع، البرغل بتاع الكبيبه اللي كنا بنتكلم عنه من شويه، اهو زي الفل. ومعانا الكبه بتاعتنا، تعالوا نعملها مع بعض كده علشان النهارده الحلقه فيها شغل كتير. واحده واحده كده مع بعض. الكبه، اللحمه المفرومه على النار، اعتقد هي زي الفل. بنحط النعناع الاخضر ده في قلبيها، بناخد القرع بتاعنا ده زي الفل اهو. ايه الحلاوه دي؟ القرع نازل على اللحمه المفرومه، زعلان بيقول لك انت تاكلني شوربه افضل حاجه. احنا في ايام الحرب الشرب، في ايام الحر الشوربه مش مطلوبه قوي، خلوا بالكم. فانا بعمله النهارده مفركه باللحمه المفرومه، ولكن الشوربه منه لطيفه طبعا. نقلب ده كده مع بعضه اهو، ادي مفركه القرع باللحمه المفرومه. هنغطيها دلوقتي بشقشاء ميه صغير، هتلاقي القرع ده بعد 5 دقايق بالظبط استوى وبقى زي الفل. اكله لطيفه وحلوه بالشكل ده كده، ليه ما نستغلوش؟ ممكن نحط كزبره خضراء، ممكن نحط شويه شبت حسب الرغبه. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنرجع نشوف اسرار عمل البطاطس المشويه كفته النهارده بمدرسه المغازي. معانا ايس كريم فراوله النهارده للجو الحر ده عشان اطفالنا الحلوين يهتموا بينا ويبقى حاجه لطيفه جميله في ايام الحر. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، انت لسه طبعا الفاصل اللي احنا فيه، وعندنا برغل حطيته في الكبه مع بصل مع شويه بهارات حلوين، مع عود كزبره خضراء، مع شويه نعناع. لطفت البرغل شويه لان البرغل ده انا بعتبره هنا العصب بتاع الكفته اللي انا عاملها دلوقتي. كفته البطاطس دي انا بشرت البطاطس مش مسلوقه، البطاطس بشرتها، وخلي بالك تحتفظي بالنشويات اللي موجوده فيها والكربوهيدرات زي ما هي كده، ويفضل انك تبشريها وتستخدميها على طول، ما تسيبهاش وقت كبير. انا خدتها زي ما هي كده. الكفته اللي انا عاملها النهارده دي كده حصريا على شاشه القناه الاولى. ادي البطاطس بتاعتنا مبشوره بالميه بتاعتها، انا احتفظ بالميه بتاعتها زي ما هي كده يا عم الشيف. هاخد البرغل اللي اتطحن هنا، ناكد عليه كده، زي الفل. بنشيل ده من هنا كده، الله هو ده، والاطفال هيحبوها وتبقى كده رحمنا البطاطس من الزيت. حلو قوي. البرغل هنا طحناه، حطينا عليه البهارات بتاعتنا، نحط فص ثوم محترم كده اهو، شويه زعتر حلوين، البطاطس تحب الزعتر. في طاسه بتسخن على النار، ادي زعتر، الملح والفلفل يا عم الشيف. مهم جدا وانت بتعملي الكفته دي تحط في الاعتبار ان ياكل منها اطفال، ياكل منها كبار السن، فتظبط عمليه الملح، ودايما تخلي الملح بالسالب، وخاصه لو بتعملي اكل صحي زي اللي بعمله النهارده. نقلب العجينه دي كلها مع بعضيها اهو اهو. وجود البرغل هنا
هو العصب بتاع الكفته. شفت ازاي اهو؟ ده برغل. كانك بتعملي كبيبه. بس بدل اللحمه المفرومه حطيت بطاطس مبشوره. شايف الجو ده كده؟ اعجن العجينه بتاعتي اهو. حلو قوي. طبعا انا بعمل اكل صحي. اقوم اعمل ايه بقى؟ التركايه بقى الجامده دي بقى من الشيف ايه هي؟ معانا من المقادير 2 بيضه. بناخد بياض البيض. واحده واحده كده بياض البيض. والصفار انا مش عايزه. بالراحه كده نفصل البياض عن الصفار. زي الفل. نحتفظ كده. سوري خلي دي هنا كده. ونفس القصة هنا كده. هنا تمام. خلي دول هنا كده. وناخد الصفار ده نستخدمه استخدامات أخرى. أهو كده شفت الكفتة بتاعتي أهي. صحية تقريبا 90%. استخدمنا بياض البيض. البطاطس بشرناها من غير ما تتعرض لزيت ولا أي حاجة خالص. إحنا اتفقنا البطاطس غنية بالكربوهيدرات والنشويات. عمرها ما كانت ضارة للجسم. البرغل بتاعنا مفيد جدا. أصبحت الكفتة جاهزة بالشكل ده كده. عندي صينية على النار. هاخد دي كده. وأبدأ إن أنا إيه؟ من غير الزيت خالص أهي. شفت الجو ده كده؟ هنا. الله. نفس القصة. طبعا وجود البيض مع البرغل يا نعم. عينيه اهي. دي بتاخد الصدمه الناريه على عين البوتاجاز. بعد كده بندخلها الفرن. بالشكل ده كده. لازم تتعرض في درجه حراره الفرن. خلي بالك انا حاطط بس الطاس على النار علشان تنجزني في عمليه السوى. ده مهم جدا. ممكن على فكره فكره حلوه ممكن نستفيد بالشوفان. بس انا حاطط برغل. فانا املي في البرغل هنا اللي هو بيديها القوام ويديها الشخصيه ويخليها تمسك نفسها. لان البرغل لما بيتعرض للنار بيبقى ايه؟ له القوام بتاعه. اهو شايف الكفته زي الفل. هندخلها الفرن دلوقتي. اهو نعمل واحده صغيره عشان المساحه الصغيره دي كده. وحاجه صحيه 100%. تصغري شويه تصغري شويه. هندخلها الفرن زي الفل كده مع بعضيها. هعمل ايه؟ بحط شويه زيت صغيرين. ممكن يكون زيت زيتون حسب الرغبه. وحاجه جديده. الله. يلا درجه حراره الفرن عندي 180. هاخدها زي ما هي كده ادخلها الفرن. مكانها فين في الفرن يا عم الشيف؟ على الشبكه بتاعه الفرن. ده الطبيعي. تعالي حلوه زي ما هي كده اهي. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري وحقوق الطبع لدينا وبس. الكفته البطاطس مشويه مبشوره مع برغل بدل اللحمه المفرومه. بطاطس مبشوره بتتشوي في الفرن بطريقه صحيه. نشوف مع بعض مفركه القرع باللحمه المفرومه وصلت لفين. نبص عليها كده واحنا مع بعض اهي. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ القرع استوى؟ طبعا استوى. اللحمة المفرومة معايا هي دي الأكلة الجميلة الحلوة. كبار السن الأطفال قيمتها الغذائية عالية جدا. ممكن ندعمها دلوقتي بكزبرة خضراء. زي أكلة مشهورة برضو مفركة البطاطا من المطبخ اللبناني. كلنا عارفينها بطاطا متحمرة. تاخد لحمة مفرومة تاخد غلوة على النار دبس الرمان تبقى لطيفة وجميلة. في بطاطا حارة بطاطا بتتحمر في قلب الزيت مكعبات تنزل بعد كده مع كزبرة ناشفة دبس الرمان. كل دي أكلات بيبقى لها فليفر وطعم مميز جدا. كده زي الفل اهي. شايفين القرع استوى. نبص عليه دلوقتي عينيا. هوريك أنا دلوقتي القرع استوى لسه. يا شكل الحباية القرع قبل السوى شكلها يخوف شوية. تعالوا ناخد واحدة كده من اللي في قلب الطاسة. واحنا مع بعض. اللهم صل على النبي. وادي السكينة اهي. ديت هنا اهي. دي يمكن اكبر قطعه انا مقطعها. لونه حتى اتغير بعد السوا.
ده الطبيعي، شايفها السكينه اهي استوى. سهل جدا. شفت ده سهل جدا، وده يناسب طبعا كبار السن اللي معاه مشاكل مع الهضم، مشاكل مع السنان، حاجه لطيفه وسهله. المفركه على النار ليها طعم خاص. انا عايز بس مخرجنا الجميل يجيب القرع الاخضر اللي هو اليقطين الاخضر ده قبل اهوت، شلنا البذر وقشرناها قطعناها مكعبات، خدناها مع لحمه مفرومه. انت مش بتحب اللحمه المفرومه، حطي دجاج مفروم بديل ليها، مش عايزه لا ده ولا ده، نزليها في قلب الصلصه في الطماطم وتبقى مفركه نقول يخره القرع بالطماطم دي، جميله جدا. كانت ام الله يرحمها تعملها من غير لحمه ولا حاجه، القرع اللي هي الكوسه دي بتاعتنا الخضراء تتحمر تتسلق مع قلب صوص طماطم متسبك على النار مع رز ابيض، كانت دي العشوه والغدوه بتاعتنا. شايفين على الصوره الحلوه ازاي اهو، زي الفل. هنغرفها دلوقتي ونقدمها لحضراتكم. نقدر نحط لها دبس الرمان، نحط لها ممكن نحط لها زي ما انت عايز عصره ليمون حسب الرغبه. احنا هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنشوف ازاي نعمل الايس كريم الفراوله مع بعض. جو الحر عايزين ناخد الفراوله سموزي ناكلها ايس كريم زي ما احنا عايزين، وازاي نعمل الايس كريم المنزلي في البيت بكل انواع الفواكه اللي احنا حابينها، حتى ممكن نعمل اليقطين القرع بتاعنا اللي جميل ده يتسلق ويتعمل ايس كريم في نفس اللحظه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأكلة عزيزة علينا، اتكلمنا عن القيمة الغذائية بتاعتها، القرع مستوي، اللحمة المفرومة مستوية، بندعمها بشوية كزبرة خضراء، دي كزبرة خضراء بتحطيها قبل التقديم مباشرة عشان خضرها وجمالها يبان. ممكن تعملي حاجة لطيفة، عصرة ليمون حلوة، شفت الدلع ده كده اهو، الله. ممكن تحط دبس الرمان، بس انا برضو مع ان دبس الرمان بيسرق الطعم، انا عايز هنا طعم الكوسه الخضراء او القرع الاخضر او اليقطين الاخضر، دي المسميات العلميه بتاعته، تبقى هي سيد الموقف. فرسان التلفزيون المصري بس خلينا نطفي النار عشان فاتوره الكهرباء ما تجيش عاليه. مولعه الغاز تطفي الغاز، الميه نازله من الحنفيه تطفيها، الحاجات الصغيره دي بتفرق، خلي بالك في التوفير. زي انا واقف اهو، دي يعني ممكن اقول مش يفرقش، لا عادي وانا واقف في المطبخ، ايه المشكله لما اطفيه؟ وانا قاعد بتكلم مع حضراتكم. ايس كريم فراوله مقاديره على الشاشه، الفراوله وبتاع الفراوله، معانا صوص فراوله، معانا جيلي فراوله، وجيلي الفراوله بيغنينا عن الجيلي الشفاف اللي هو البودر، معانا كريم شانتيه، ومعانا حليب بودر، المقادير اهي زي الفل. تمام؟ كل دول معانا، هنعمل مع بعض ايس كريم فراوله. ومعانا صوص فراوله. صوص فراوله للتقديم، ممكن نحط شويه مكسرات، نحط شوكولاته فارسيه كده لطيفه جميله، الاولاد بيحبوها حسب الرغبه. طب نعمله ازاي؟ واحده واحده مع بعض. كاساتك كاساتك. حلو. جيب بوله كده. اللهم صل على النبي. معانا كريم شانتي، بناخد منه شويه كده، عايز اقول لك حاجه حلوه، الكريم شانتي علشان يبقى معاكي مطاط بالشكل ده كده، شايفه كده الجو ده جو الايس كريم اهو اهو، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، ايه السر يا عم الشيف؟ معلقتين زيت يتحطوا مع كريم شانتي وانتوا بتضربيه، هو اللي بيديك الماده المطاطه دي اهو اهو اهو، ماده المطاطه بتاعت الايس كريم اللي احنا عارفين اهي. طبعا لو عندنا التبريد عالي هتتفرج عليه ده اهو، احنا بنكسب الوقت بس اهو، ده الايس كريم نازل اهو، ده الشكل بعد الايس كريم ما بيفك شويه اهو، معلقتين زيت في قلب الخلاط بيديك الماده المطاطه اللي احنا شايفينها دي كده اهو، زي الفل. تمام، مضرب صوص فراوله، يا ويلي ايس كريم فراوله، ونحط شويه جيلي فراوله، وده يرجع تاني للتبريد. عايزه طعم الفراوله مع طعم فانيليا، حط فانيليا. طلع الايس كريم فراوله بكل سهوله،
وعلى الاقل ضمنتي استخدامك للماتيريال للمكونات بتاعته زي الفل اهو. اقول تاني المقادير بتاعته ايه يا عم الشيف؟ كريم شانتيه، حليب بودر، بنضرب الكريم شانتيه مع الحليب البودر او كريمه اللباني في قلب الخلاط، معلقتين زيت للماده المطاطه دي اهي اهي، شوفها مخرجنا الجميل اهو 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 اهو، ده الايس كريم اهو اهو. عايزه تعمليه بالفراوله هتعمليه، عايزه تعمليه بالمشمش هتعمليه، عايزه تعمليه بالكيو هتعمليه بنفس الطريقه اهو. حلو اهو زي الفل. ده بيرجع التاني التبريد ونقدر ان احنا نغرفه مع بعض. عينيا الاثنين. حاضر. ده الكريم بتاع ده الايس كريم معانا جاهز. تعالوا نغرفه مع بعض كده سريعا ونزينه لاولادنا ونقدمه لاطفالنا. ممكن نقدمه مع شوكولاه، ممكن نقدمه مع صوص فراوله، الاثنين معانا. ولكن في حاجه احنا نسيناها مخرجنا الجميل، نبص مع بعض على كفته البطاطس اللي في الفرن واحنا بنشويها، كانت ماسكه نفسيها ولا طبعا ثابت من بعضيها؟ تعالوا نبص مع بعض اخبارها ايه. اهي ايه الحلاوه دي، ريحنا الكفته من ان احنا مش كل يوم نقدمها مقليه في الزيت لاولادنا، المره دي قدمناها بطريقه جديده اهي. هطلعها احطها هنا نتفرج عليها على ما نغرف الايس كريم زي الفل. يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على النبي. ادي الفوط يا مسهل. يلا يا غالي حبيب قلبي حبيب والديك. كفتة البطاطس مشوية بالبرغل، ونغرف مع بعض الايس كريم اللي عينك تجيبه هاته حبيب قلبي وحبيب والديك. وادي الايس كريم بتاعنا بنحطه في كاسات لاولادنا. ده طبعا المفروض يتحط في التجميد كمان، تلاجة درجة تبريد 20 تحت الصفر. التلاجة بتاعتنا الحلوة مدينا ايس كريم زي الفل جاهز للاكل على طول. اقول لكم على سر، انا بحب الايس كريم ما يكونش تبريده عالي قوي على فكرة. في ناس تحب تبريده يكون يبقى ماسك نفسه. شايفين المادة المطاطة اللي موجودة في الايس كريم ديت جت منين؟ من معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم على الكريم شانتيه. تاني كمان واحدة واحنا شغالين مع بعض. جو الحر وجو الصيف عايز تغيير. بتحط المعلقة اللي بتغرفي بقى الايس كريم دي في مية سخنة، تقوم تسلك لك المعلقة، ده في حالة لما يكون الايس كريم ايه؟ ماسك نفسه. بالشكل ده كده. زي الفل يا عمي. عايز مكان على الايس كريم ده، ده بيتي. طعمه حلو. عارفين احنا مستخدمين الفراولة ازاي؟ صوص الفراولة بتاعنا. كمان واحدة هنا. الكوباية دي بتاعتي. وأنا بحب البسكوتة اللي بتتعمل مع الأيس كريم تبقى لطيفة وحلوة كمان. ممكن مش عايزة تعمليها تجيبي البسكويت العادي وتقدميه. بسكويت بالشوكولاتة، بسكويت عادي خالص. معانا شوكولاتة زي دي كده. الأطفال بيحبوا الحاجات ديت. معانا صوص فراولة لطيف وجميل. سقطه كده هنا عليه. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ وعملنا ايس كريم لاولادنا. ممكن يقول لك يا ماما مش زي بتاع بره، نشرح لهم الموضوع هنا بقى ببساطه كده، وفرصه واحنا بنشرح الموضوع نحببهم في المطبخ. والله انا شفت الشيف المغازع، يا نعم والله انا شفت الشيف المغازع عمله من يومين على شاشه القناه الاولى، والبنتك البنوته الحلوه هتخش المطبخ تعمله هنا مكانه. عينيا ايه رايك هنا حبيب والديك؟ ودي كمان مكانها هنا. وتعالوا نغرف الكفته مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كفته البطاطس المشويه اهي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ اهو كده. فيها برغل؟ فيها برغل، برغل مفيش منه مشكله خالص. فيها بطاطس وكربوهيدرات ونشويات فيها. فيها بياض البيض الامن فيها. بهاراتنا شويه بهارات ملح وفلفل شويه زعتر للامانه بس مفيش. ممكن نحط بقدونس زي ما انت حابه. الصغيره دي بتاعتي اهي. خليها على جنب كده. ادي كفته البطاطس عملناها لاول مره
بالبرغل مشويه، ونخلي مكانها هنا حلو عشان مخرجنا الجميل عايزها هنا. حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين بالترتيب، بدانا مفركه القرع الاخضر او اليقطين الاخضر بطريقه بسيطه وسهله، جبناه قشرناه يتغسل الاول طبعا، وده من فصيله القرعيات احنا عارفين، سواء الكوسه سواء اليقطين الاخضر سواء اليقطين الاصفر او البرتقان اللي معانا ده كده. وعملناها باللحمه المفرومه، فيكي تعمليها شوربه بالكريمه، ممكن نعملها صينيه زي المسقعه تبقى لطيفه برضو، يتقطع شرايح كده وياخد لحمه مفرومه يبقى مسقعه زيه زي البتنجان. احنا معانا عموما يعني ممكن نعمله بكذا طريقه. وعملنا البطاطس الحلوه دي للاطفال والرياضيين بالذات، مش كل مره هناكل بطاطس مقليه. اللي عاجبني كمان الايس كريم فراوله الجميل الحلو المنزلي نسميه، لان بالتاكيد طبعا مش زي اللي بنشتريه من بره، بيبقى فيه تبريد وفيه عمليه تكنيكيه لموضوع الايس كريم، انت عملتيه وحطيتيه في الفريزر وغرفتيه. عدل الاكل الحلوه دي شويه رز ابيض حلوين مفلفلين كده، رز مصري، معلقتين زيت مع شويه رز شويه بهارات حبهان، نقدمه مع السفره بتاعتنا. اذا بنعمل اكل صحي او غير الاكل الصحي، سفرتك ما تخلاش من السلطه الخضراء، من المكونات بتاعتها، من الدرج بتاع الثلاجه، عندك الخيار، عندك الطماطم، الفلفل، الجرجير، الخس، كل ده. ولكن اذا فيها ورقيات زي الخس والجرجير يفضل تتبيلتها قبل ما نقعد على السفره مباشره. اكلنا النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. تابعوا الشيف المغازي كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.